السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من صوت الناس. هذا البرنامج الذي هو من أجلكم ومن أجل مشاركاتكم. نرحب بالمشاركات عبر الهاتف من كل أنحاء مصر وحتى من خارج مصر للمصريين المقيمين خارج مصر. يعني دائما نتحدث في قضية، لكن الباب مفتوح أمام كل الشكاوى، كل الاقتراحات، كل الملاحظات. لدينا القضية الرئيسية اليوم وهي شكوى المواطنين من انقطاع التيار الكهربي. قضية انقطاع التيار الكهربي قضية يعني ما زالت مستمرة نظرا لعدم وجود، للأسف الشديد، لعدم وجود الطاقة التي تساعد على توليد الكهرباء في المحطات. كثير جدا من المحطات في مصر تقوم على توليد الطاقة، وأيضا محطات السد العالي، لكن يبدو أننا نحتاج إلى محطات أخرى مع تزايد استخدام الكهرباء، وخصوصا في فصل الصيف. موضوع الجو الحار جدا في مصر وموضوع المكيفات أيضا يستخدم أو يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء. يمكن المهندس أسامة عصران رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كان في تصريح له قال بأنه سوف يتم تضمين فاتورة شهر أغسطس الشهر القادم إن شاء الله الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء. أيضا هذه نقطة مهمة أيضا، وأنه وزير الكهرباء أكد أنه خفض الدعم تدريجيا بالنسبة للكهرباء خلال 5 سنوات، وقال أنه نقص الوقود سبب انقطاع التيار الكهربي، و25% من المحطات تعدى عمرها 20 عام، ومحطة العين السخنة تعمل نهاية الشهر الجاري لتوليد 650 ميجا. معي أول اتصال، أحمد من الفيوم. أحمد سلام عليكم، اتفضل أحمد، اتفضل يا حاج أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا أمير. قطع الاتصال، قطع الاتصال من أخونا أحمد من الفيوم. ونقول مرة أخرى أنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قال أنه سبب انقطاع الكهرباء هي زيادة الأحمال أيضا على محطات توليد الكهرباء، وقال أنه هذه المحطات تحتاج إلى صيانة متكررة بسبب الأعطال أيضا المتكررة، وقال كمان أن أعمارها متهالكة. ده بيفرض نفسه في موضوع الوقود. مصر كان المحطات بتعمل، سواء بتعمل بالغاز بتعمل غيره، مصر كان لديها احتياطي كبير جدا من الغاز، لكن في لحظة في فترة من الزمن طوال السنوات الماضية قامت بتصدير الغاز إلى أحد الدول المجاورة بسعر زهيد، وبالتالي المواطن اكتشف بعد انتهاء حكم مبارك ومن كان وزيرا للبترول سامح فهمي أننا ليس لدينا غاز، وبالتالي هناك معاناة من في كل الاتجاهات. يعني الفلاح بيعاني من ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب أنه الأسمدة بتعتمد على الطاقة. النهاردة انقطاع الكهرباء يهدد، يعني في قرى الكهرباء بتقعد فيها بالعشر ساعات، في أماكن الكهرباء بتقعد فيها بالثمان ساعات. أعتقد أنه المواطن المصري في عز الحر أعتقد أنه هو يعني برضو بيتشوي بسبب انقطاع الكهرباء. طيب الحل أنه هل الحل أن احنا نبدأ في المحطات النووية، نجيب محطات نووية اللي العالم كله استغنى عنها زي ما هناك اقتراح بهذا الكلام، ولا الحل أن احنا بلد لدينا طاقة شمسية كبيرة، أن احنا نبدأ في إنتاج الطاقة النظيفة أو الطاقة الشمسية ونتوسع فيها ونحاول أن احنا نستخدم ذلك زي أي دول، زي دول العالم اللي سبقتنا أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية. النهاردة بنشوف العمدان منورة بالنهار وطافية بالليل. النهاردة إيه المانع أن احنا نبدأ في التكنولوجيا الجديدة لأنه ونوفر الكهرباء للبيوت. يعني من الصعب جدا، الطلاب في فترة الامتحانات كانت هناك صعوبة جدا في استذكار الدروس بسبب قضية انقطاع التيار الكهربائي. النهاردة إذا كنا نتحدث عن بعض المستشفيات، يعني لابد أن يكون لديها مولد. طب العيادات، طب المستشفيات الصغيرة، المستوصفات، يعني هناك، طب التجار الذين لديهم بضائع مجمدة وتنقطع الكهرباء لمدة 10 ساعات ثم تعود الكهرباء، النهاردة التاجر لن يقوم برمي هذه البضائع، لكن المستهلك هو المتضرر، وبالتالي فالمواطن هو المتضرر الأول والأخير من انقطاع التيار الكهربي. عبد الرحمن من سوهاج. عبد الرحمن تفضل. ازاي سعادتك يا باشا؟ ربنا يكرمك يا حاج عبد الرحمن، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ايه؟ ما هو حبيبك ايه؟ اتفضل.
المحافظ السعودي يبيع مشروع غرب ضحبة. مشروع غرب ضحبة. نعم مشروع غرب طحبة. مشروع غرب ضحبة يبيه. ما مصدروش مية خالص. المحطات بتاعته مش مصدرش كهرباء وما فيش كهرباء عندها خالص. والموضوع بتاع الكهرباء ده مخلي أكثر من 3000 فدان في نهاية الترعة ما مصدرش مية. 3000 فدان. فنقترح على حضرتك تكلم المسؤولين يعملوا خط كهرباء من المحافظ الكهرباء لمحطات الرفع اللي في البحر مخصوص. طيب ده اقتراح احنا بنوجهه الى السيد محافظ. السيد وكيل وزاره الري في سوهاج على هذا الموضوع. وطبعا شوف انت الحكايه دي المشروع ده المحطات دي انا بنوجه هذا 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 هذه الشكوى من اخونا عبد الرحمن من طحطه من سوهاج. بيقول مشروع غرب طهطا ما فيش للاسف الشديد ما فيش كهرباء. وهذا بدورنا بنلجا الى الدكتور حسام المغازي وزير الري ومحافظ سوهاج ايضا ووزير الكهرباء. عندنا بيقول 3000 فدان ما فيهمش محطات رفع غير شغاله لا تعمل. فهذا الكلام ايضا موجه الى السيد وزير الكهرباء السيد وزير الري. يمكن وزير الري هو المعني اكثر بهذا الكلام ويمكنه ان ييسر السبل. وانا شايف انه هناك ايضا كانت مشاكل في الري امس من مريوط. معانا مريوط الوزير قال انه الشرايح تكاليف انتاج كيلو الوات من الكهرباء بتبلغ 47 قرش بتباع بسعر 22.6 قرش للمواطن. يعني هو بيتكلم الوزير ان احنا عندنا بيقول ان احنا يعني الدوله بتدعم الكهرباء بتقريبا يعني ايه 23 قرش او حاجه زي كده 24 قرش. فده كلام الوزير. وان احنا ب 163 الف مليار بيتكلم 163 مليار جنيه الالتزامات بتاع القطاع الكهربي. معايا محمود من دمياط. محمود سلام عليكم. من المنيا. محمود من المنيا اتفضل يا حاج محمود. الو اتفضل حاج محمود. كل سنه وانت طيب يا استاذ مصطفى. وانت طيب يا امير. واخبارك واخبار اهلنا في المنيا؟ معاك محمود مذكور من المنيا يا فندم. يا اهلا وسهلا يا حاج محمود اتفضل. حضرتك والله تمام الحمد لله. حضرتك دلوقتي الحكومه طلعت. انا عاوزك تتكلم من التليفون. وطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون وكلمني بالتليفون يا حاج محمود. ماشي. دلوقتي حضرتك الحكومه طلعت وقالت لنا العمال اللي في ليبيا يمشوا لتونس. ولحد دلوقتي لا في عربيات جت ولا اي حاجه حصلت ولا اي مواصلات جت. واحنا في ضرب ومشاكل هنا مش عارف نظام الحكومه ايه. انت من المنيا من المنيا ومقيم في ليبيا؟ من المنيا اساسا من الصعيد. المنيا وشغالين في ليبيا. شغال في ليبيا. طب اوضاع الناس قول لنا اوضاع العمال عندك ايه يعني والناس. والله المكان اللي احنا فيه ما فيهوش فيه مشاكل. اما الاماكن اللي حوالينا ضرب نار والمكان اللي احنا فيه نفسه ما فيهوش فيه مشاكل. لكن الاماكن اللي حوالينا طبعا فيها مشاكل. وبناء عن كده طبعا ما فيش اكل ولا شرب. العمليه صعبه شويه عمل تحصل اكل. تمام. الدوله الحكومه المصريه بتعمل ايه يعني السفاره المصريه القنصليه المصريه هل طلبت منكم اجراءات معينه؟ هل يعني قدمت ارقام؟ لا 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 هي العمليه الحكومه المصريه مسهل لنا الموضوع خالص ان احنا نمشي. بس ما فيش مواصلات من هنا لتونس. مفيش مواصلات. هي مسهلين الموضوع. ايوه الطيارات بتاعتنا مستنيه لتونس بس مش عارفين نوصل احنا لتونس. يعني في طيارات مصريه في تونس. بس احنا مش عارفين نوصل لتونس. طيب يعني طب عدد العمال اللي عندك في المنطقه عددهم قد ايه والمنطقه اسمها ايه؟ والله احنا نختار يعني احنا في اعراض احنا نختار يعني فين يعني فين بالظبط المكان فين في ليبيا؟ فوق 150000 عامل يعني. كم؟ 150000 عامل. فين بقى المكان يا عم محمود؟ احنا في اعراض يا فندم. اعراض. لكن هي اعراض ما فيهاش مشاكل. اعراض نفسها ما فيهاش مشاكل. المشاكل حوالينا في الاماكن اللي لكن حوالينا. في ناس عاوزه تمشي. في ناس عايزه تمشي وفي ناس مش عايزه تمشي. طيب المطلوب ايه؟ قول لي المطلوب تحديدا عشان اوجهه للخارجيه المصريه. المفروض حضرتك تبين لنا لوزاره الخارجيه بس ازاي نمشي احنا لحد تونس. على فكره الرصيد بتاعي قرب يخلص. لا ولا يهمك الرصيد بتاعك. لا الرصيد بتاعك قرب يخلص. خلوهم يكلموك ارجوك يعني هم اديهم رقمك ويكملوا معاك في التليفون. يعني اقفل 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 وخلوهم هنا في الكنترول بس ما تقفلش لما تديهم تليفونك وهم يكلموك عشان نكمل معاك. يعني ايه المطلوب بالظبط للخارجيه المصريه؟
اخونا محمود من مدكور هنكمل معاه، ارجوكم هاتوا لنا تليفونه وتواصلوا معاه لانه عاوزين نعرف نطمنه ونطمن الاهالين اهالي العاملين المصريين الموجودين في عراضه وفي ليبيا 150 الف عامل. معانا اختنا فوزيه، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ست الكل، ازيك؟ السلام على رسول الله. دي حضرتك يا دكتور مصطفى، ربنا يكرمك يا ست ربنا الكل. يبارك فيك. والله يا دكتور انا كل انا اللي كان بيتكلم المتحدث اللي قبلي يعني فعلا قلب علينا المواجع دلوقتي. حضرتك احنا مش مصلحه مصر ان احنا جارتنا ليبيا دي انها نعمل يعني في عبث تكون دي قيادات الجيش سواء في داخل مصر او في خارجها. مش من الحكمه ابدا ان احنا نتدخل في شؤون زي جرى ليبيا، خاصه اذا كان التدخل ده في قمع ولا قهر اراده شعب قام بثوره. ازاي انا اقتنع عدو على حدود الغربيه وطبعا عندي في سيناء نفس الطريقه؟ انا كل ما بشوف برضه اللي بيحصل في سيناء من استهداف المدنيين وهدم بيوتهم بتذكر حديث السيسي لما بيقول ان مجرد الضرب في المجتمع السيناوي كمجتمع قبلي ده بيشكل عدو ضد الجيش والشرطه وضد الدوله. هو الحقيقه قال الكلام مرتين يعني حاجه فوزيه، هو قال الكلام مرتين، مره قبل ما يبقى وزير دفاع او قبل ما يبقى رئيس جمهوريه، ومره أيوة. يعني الكلام الاولاني يختلف عن الكلام الثاني. يعني السيد السيسي قال الكلام الاولاني قال لازم نحافظ على المجتمع، انا اذكر هذا الكلام تحديدا. أيوة. ولا انت مش عارف الكلام ده؟ ما هو حضرتك الكلام الاولاني ده لو حضرتك ادينا بقى احنا نتكلم فيه. انا بشوف يعني انا والله توصلت لكده مش من دلوقتي، توصلت ان ده اذا كان هو استهداف المدنيين غرض منه تشكيل او اصطناع عدو حتى يقوم بعمليات ارهابيه تحفظ ماء وجه السلطه بشيء تظهر امام الناس ان هي ارهاب، بدل ما انا في ارهاب محتمل يبقى في بقى ساعتها ايه ارهاب مصطنع يعني موجود قصدي فعلا على ارض الواقع. انا ما انساش فيديو جال ضابط صاعقه ملثم بيواجه تظاهره نسائيه قدام الفيديو ده يعني قدام عينيا دايما، كان بيلوح بالايد اليمين فيها البشير والايد الشمال فيها يسار يعني فيها تبندق في وش ست، والست الثانيه واقعه على الارض. حاجه فوزيه هو ده مجتمع قبلي. هو حاجه فوزيه هو السؤال يعني فعلا ما فيش رؤيه خالص. هو السؤال بيطرح سؤال مهم قوي انا بطرحه عليكي كمواطنه مصريه. أيوة. الحل الامني من امتى الحل الامني؟ يعني حضرنا يعني كلنا حضرنا ما سمي بالعنف وجماعه الجهاد والجماعه الاسلاميه. حل فاشل. لا يعني هذا حدث في 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 التسعينات وفي في نهايه الثمانينات وفي بدايه التسعينات ما كان معروفا بالعنف المتبادل. أيوة. ما بين الشرطه وبين الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد بالزبط. ولم يفلح الحل الامني وكانت المراجعات ده انا اشوفهم دول في ايه اعمل لهم مراجعات ممكن. لان حضرتك الصدع ده ولا الجرح الغائر اللي بيتعمل في جسد مصر دلوقتي والمجتمع من فرقه وكراهيه وشيطانه ونزع الانتماء عن مثلا بتوع سينا تاني سينا المصريين ده اسوء ما صنعته، ما صنعوا الارهاب بعد سفك الدماء ده هيقعد سنين في المجتمع كله اتمزق. الكهرباء الكهرباء عندكم عامله ايه يا حاجه فوزيه؟ الكهرباء بتنقطع ولا الكهرباء تمام زي الفل؟ عندنا اقسم بالله صدق. كل يوم والتاني واحد يتعلق في الاسانسير بالساعه يتعلق بين السماء والارض حضرتك. وبعدين في واحده تانية بقى حصل ان ابنها كانت عندها الطياره اتقطع ونزلوا وسابوا الولد نايم ما خدوش بالهم ان الابن الثالث نايم وسابوه. اقسم بالله الكهرباء جت فجاه عملت ماس كهربي ولد تفحم. يا ساتر. طبعا لو كانت حصلت الحوادث دي قدام ايام رئيس مرسي كانت طبعا يعني الاعلام هيعمل بقى ايه كان هيعمل عليها حفلات يعني. يا ستار يا رب يا ستار فربنا هو المستعان يا شكر. رب شكرا حاجة فوزي كل سنه وانت طيب. معايا محمد رزق من المنصوره. محمد سلام عليكم اتفضل. محمد سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك توطي صوت التلفزيون اخ محمد وتكلمنا من التليفون لو سمحت. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا وطيت صوت التلفزيون. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حاج محمد. حضرتك اللي انا من وجهه نظري يعني المحطات الموجوده عندنا لتوليد الطاقه في مصر منتهيه الصلاحيه. فهنقعد نهرب من الموضوع. جه الدكتور مرسي وحل الازمه عن طريق ان احنا بنقول نعمل محطات توليد كهرباء اللي هي النوويه.
مش موجود بقى الدكتور مرسي، فين حلكم انتوا؟ كهرباء بتقطع 7 مرات و8 مرات في اليوم. فهنعمل المحطات دي ازاي واحنا كل الدعم اللي بيجي لنا او اللي بنشحته بيتوجه لان هو لمحاربه ما يسمى بالارهاب. طب الفاتوره الشهر ده عامله ايه؟ يعني هل الفاتوره زادت؟ في تغيير في فاتوره اسعار الكهرباء؟ في تغيير في فاتوره اسعار الكهرباء، بدل مثلا من 110 ولا 120 200 وشويه. يعني اللي هي المواطن العادي، احنا لا فيلا ولا عماره ولا اللي ولا اللي انت بتحكي فيه اللي هي الفئه العاليه في المفروض ياخدوا منها ضرائب، لا مواطن عادي جدا جدا بالدورين. طيب النهارده الحل، انت شايف كمواطن مصري الحكومه النهارده يجب ان توفر الخدمات الاساسيه للمواطن المصري من رغيف خبز، من كهرباء، من غاز، من طرق، من غيره. النهارده في منظومه طرحتها الحكومه، هي منظومه الطرق. هل الطرق الاهم؟ هل رغيف الخبز الاهم؟ هل الكهرباء الاهم؟ انت شايف كمواطن ايه الاهم بالنسبه لك؟ والله يعني معظم 90% من الشعب المواطني كمواطن فقير، احنا ما عندناش 3 طبقات في المجتمع، عندنا غنيه وفقيره. في المجتمع المصري في طبقه غنيه وفي طبقه فقيره، ليس الا يعني. عايز تهتم بشبكه النقل والمصالح على العين والراس؟ ما فيش بلد بتتقدم الا بشبكه المواصلات، بس فين شبكه المواصلات؟ ده انت عايز تبني مصر كلها من اول ومن جديد. اهتم الاول برغيف الخبز، وبدل ما انت عمال بتدعم في ده وتزود في المرتبات، احنا كام مليون شغالين اصلا في الحكومه على الرواتب اللي انت عمال ترفعها للحكومه؟ كام مليون مصري من 100 مليون اللي شغالين؟ هو اساسا رواتب الحكومه يعني لم يتم زيادتها، الذي تم زيادته هي رواتب العسكريين. لا، زيادات الداخليه والجيش. انت بتتكلم ما هو ده اللي بقول لحضرتك، العسكريين الداخليه وقوات مسلحه زادت اكثر من مره، لكن الحد الادنى والحد الاقصى ما فيش. خلاص خلي دوم بقى ياكلوا وبقيه الناس تاكل في بعض. طيب انت في المنصوره يعني تقريبا لو يعني حبينا نحدد اهم، هل الكهرباء في المنصوره في المدينه ولا في القرى بتقطع اكتر؟ عشان ولا النهارده هناك بعض الناس بيقولوا انه سيتم توزيع خطه بوقت انقطاع التيار الكهربي. النهارده عندك في المنصوره الساعه 10، جنبك في شربين الساعه 9، في المكان الفلاني متغمر الساعه 8 كده يعني. فانت ايه رايك في الكلام ده؟ والله انا برضو انا اقول لك على رايي انا كقريه، 7 أو 8 مرات في اليوم، 7 أو 8 مرات في اليوم الكهرباء. 7 أو 8 مرات على اساس المدينه لا يقل عن 3 مرات، المدينه بما فيها من مصانع وورش لا غنى فيها عن الكهرباء، برضو بتقطع 3 و4 مرات في اليوم. وفتره الانقطاع بتبقى وقتها انا بتكلم ابن عمي من اسكندريه امبارح، الكهرباء بتقطع في اسكندريه اللي هي المدينه. انت بتقول لي المنصوره وبتغمر. طيب يعني الكهرباء، حسبنا الله ونعم الوكيل. الكهرباء كان يقال دائما ان في ما سبق ان نظام الرئيس المعزول دكتور محمد مرسي هو سبب انقطاع التيار الكهربائي. هل تغير الحال؟ والله احب اقطع كلامك، بس ان هي دي الشماعه اللي موجوده. لا، ما السؤال، حصلت حاجه في ايران برضه محمد مرسي. هل السؤال لو حصلت حاجه في العراق اكيد محمد مرسي. يا حاج محمد، هل يعني السؤال بقى، خلينا من الشماعه دي. السؤال الموضوع ليك وانت مواطن، هل وجدت بعد رحيل النظام الدكتور محمد مرسي واتيان نظام جديد بعد الانقلاب، هل تغيرت الحال؟ هل الكهرباء اتظبطت؟ هل الكهرباء بعد ان اصبح السيسي رئيسا اتغيرت؟ لا، ساء الحال، بفضل الله ساء الحال. تمام. انا شكرا جزيلا حاج محمد رزق من المنصوره، وبنؤكد ايضا انه نريد التواصل مع الاخ محمود مذكور المصري من محافظة المنيا المقيم في عرادة في ليبيا، والذي يتحدث في شكوى عاجلة عفوا إلى السيد وزير الخارجية سامح شكري. السيد وزير الخارجية سامح شكري، أنت مطالب من خلال 150 ألف عامل في عرادة يريدون الوصول إلى تونس، ونريد أن تخرج علينا وتحدثنا عن حياة هؤلاء العمال الذين سقط منهم 23 عامل منذ أيام قليلة يا وزير الخارجية، حسب شكوى وصرخة محمود مذكور المواطن المصري المقيم في ليبيا. أيضا محب أن نشير إلى أنكم ترون على الشاشة إلى صورا مباشرة تأتينا من غزة ويرى فيها أثار القصف، وبالمناسبة يعني اشتد القصف الإسرائيلي الوحشي حتى أنه طال وصل إلى خان يونس وقتل 7 من أسرة واحدة، أسرة آل عامر
عفوا اليوم تحديدا، ويبدو أن السقوط يكون دائما العائلة، 7 من العائلة، 8 من العائلة كما حدث بالأمس، وفقط اليوم حتى هذه اللحظة وصل العدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب الضروسة على المفروضة على الشعب الفلسطيني في غزة 1284 شهيدا، وما زال القصف مستمرا وسط صمت دولي وتخاذل يعني عالمي ولا إنساني. معي عادل مصري مقيم في الصين. عادل السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لك وللقناة. الله يكرمك. وتحياتي للمتصلة المهندسة فوزية مع إبداء بعد الحقد، كيف تستطيع أن تتواصل معكم كل يوم ونحن لا نستطيع إلا كل شهر. لكن أنا بحاول أن أنا يعني أقيم بعض المفاهيم. نعم. منها الإرهاب ليس له تعريف محدد اللهم إلا أنه ترويع الأمينين رغم أي قانون أو دون سند من القانون، يعني ترويع الأمينين لغياب القانون أو عدم سيادة القانون. مثلا ضابط الشرطة أو ضابط المرور أو شرطي المرور اللي يسحب رخصة المرور دون حادث مروري فهذا إرهاب. أستاذ عادل، أستاذ عادل من الصين، يعني للأسف شديد انقطع الاتصال وأنت لسه في البداية، وأسف على التأخر عليك في الإجابة على الاتصال، وأنت الظاهر عليك يعني كنت زعلان إن الحاجة فوزية موجودة دايما، فإحنا نتمنى يعني أرجوكم إخواننا في الكنترول لو الأستاذ عادل اتصل مرة تانية وصلونا بيه، لأنه لدي سؤال مهم لي، وهو ما قاله رجل أعمال لي أنه الحكومة المصرية أرسلت قائمة بمن هم يعني على قائمة الترقب أو على قائمة المطاردة من رجال الأعمال. هو رجل أعمال، فأريد التأكد من الأخ عادل. وعلي من المنصورة، علي السلام عليكم ورحمة الله، تفضل علي. حق علي. ألو. تفضل أخ علي. أيوة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا عم علي. ايوه استاذ مصطفى، انت على الهواء يا حاج علي، اتفضل. ايوه استاذ مصطفى، اتفضل على طول اتكلم. انت عمال تقول الكهرباء مش الكهرباء. انا بقول لك اهوت. ايوه استاذ مصطفى، اتفضل على طول اتكلم. انت عمال تقول الكهرباء مش الكهرباء. انت ليك دعوه بالكهرباء بتاع مصر؟ ما تروح تشوف القواعد بتاع امريكا اللي عندكم. طيب بقول لك ايه، بص اسمعني، انت من المنصوره ولسه الراجل متصل بالمنصوره، يا راجل مكلف نفسك فلوس عشان تقول الكلمتين دول؟ انا فكرتك هتقول ان عندك الكهرباء شغاله ولا الكهرباء مقطوعه. لا يعني رد عليا، كلمني، قول لي اذا كان عندك عيال في البيت والكهرباء بتتقطع، والله انت يعني قدام ربنا هتقول ايه لعيالك؟ يعني خلاص الكهرباء زي الفل. طب لو الكهرباء سليمه قول لنا يا عم، يعني قول حاجه من الاثنين. يعني النهارده زملائنا انت لسه موجود وعمال تشتم وداخل تشتم يا راجل في العيد. يلا معلش هنعديها لك عشان بقى ايه، كل سنه وانت طيب. لكن للاسف الشديد يبدو انه في ناس احنا عارفينهم كويس بيدخلوا عشان خاطر ايه، يقولوا اي كلام وخلاص. معلش احنا عاوزين المواطن يتكلم عن شكواه. واخونا علي من المنصوره بيقول انا بتكلم غلط، انا بقول ان الكهرباء زي الكهرباء مقطوعه، او بقول او بطرح قضيه هل هناك انقطاع في الكهرباء والكهرباء في مصر زي الفل. فيا مواطنين يا مصريين، لو الكهرباء زي الفل قولوا لي، وأنا في المكان اللي الكهرباء لا تنقطع فيه سأقدم شكري من هنا إلى السيد وزير الكهرباء. أريد آراء المواطنين عبر الاتصالات أرجوكم. اللي الكهرباء عنده زي الفل يقول لي الكهرباء زي الفل، وأنا هقدم من هنا شكري إلى السيد وزير الكهرباء. الكهرباء بتتقطع، هقول للسيد وزير الكهرباء المكان الفلاني من خلال أصواتكم تنقطع فيه الكهرباء. ده دورنا، مش دوري بقى اللي بيتكلم وكلام. مين معانا يا اخوانا؟ نشوف بقى الناس بتقول ايه. ماشي يا عم علي، نشوف الناس بتقول ايه، اتفضل. حالة البلد وما تسمحش بكده خالص. بالنسبة للأوضاع الاقتصادية حاليا، ما فيش حد عنده استعداد ان هو يدفع اي جنيه زيادة عن الفاتورة. اذا كان دلوقتي الناس مش قادرة تدفع فاتورة الكهرباء العادية، فبالك دلوقتي لما يرفعوا سعر الكهرباء ولا سعر الغاز المنزلي.
فاكيد كده ما حدش هيدفع، فهتبقى خساره كبيره جدا على شركات الكهرباء وعلى شركات الغاز، لان الناس كلها هتمانع ما حدش هيدفع. اللي انا شايف الوضع الحالي اللي في البلد ان احنا رجعنا للعهد القديم. كل حاجه دلوقتي بيتحكموا في الحاجه، بياخدوا قرارات بدون الرجوع للناس. رجعنا تاني لنفس المشكله اللي احنا كنا فيها. الشعب ما خلاص يعني مضغوط بشكل غير طبيعي، مفيش فلوس، مفيش دخل، مفيش اي حاجه خالص، وهم بيغلوا براحتهم، وبعدين بيغلوا على الغلبان، ما بيغلوش على الناس اللي هم اصحاب الشركات والمصانع. اللي بيتضرر الغلبان، وللاسف محدش بيطلع يصارح الناس. كل حاجه بقت غاليه، كل العيشه بقت ضيقه جدا. خلاص احنا قضينا من الموضوع دوت، وشايفين ان النظام كله راجع تاني زي ما كان. مشكله زي ما انتم شايفين كده، دي ناس، دول مواطنين بيتكلموا عن الكهرباء، وفي مواطنين زي اخونا علي اللي تليفونه 0100 اللي دخل من شويه. اخر رقم، اخر ثلاث ارقام يا علي 165. لو عاوزني اكلمك، عاوزني اقول للناس يكلموك، مفيش مانع، وتشوف يمكن انت بقى عندك واسطه ولا حاجه، ولا البلد المكان اللي عندك ناس بتجيب كهرباء منين، ما اعرفش. لكن معايا اخويا محمود مصري مقيم في قطر. محمود السلام عليكم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم طيبين. وانت طيب يا امير، اتفضل. وجزاكم الله خيرا على مجهودكم وعلى مهنياتكم وعلى ممارستكم الاعلام بشكل يشرفنا جميعا كمصريين وكعرب. ربنا يكرمك يا امير، اتفضل يا حاج محمود. جزاك الله خيرا. انا عايز اكد على نقطتين اذا سمح لي وقتكم. اتفضل. النقطه الاولانيه، طبعا هما الاثنين خاصين بموضوع الكهرباء. النقطه الاولانيه ان احنا نتمنى ان يتم تاكيد انه لا تنميه في اي مجتمع في العالم بدون طاقه، واساس الطاقه مكون من الكهرباء رقم واحد، والطاقه اللي هي الطاقه الشمسيه والطاقه النوويه والسولار والبنزين وهكذا. يبقى اولا لا تنميه بلا طاقه، ده رقم واحد. ده رقم اثنين، نحن نتمنى ان احنا نشوف حد في الحكومه يطلع يقول ان المشكله ببساطه هي استهلاك وانتاج. احنا استهلاكنا كتير، انتاجنا قليل. رجاء رقم واحد، عشان تبدا في حل اي مشكله في الدنيا لازم تبدا بتوعيه الناس. الناس فعلا استهلاكها كتير. في الاول لما طلع هشام قنديل وقال ان الاستهلاك كتير ولبسوا ملابس قطنيه وقعدوا في غرف واحده، الناس سخرت منه واتريقت عليه. وكذلك لما طلع السيسي وقال لمض ومش لمض، الناس برضه اتريقت عليه وسخرت منه. بينما هو كلامه طبعا كله اي حاجه في اي حاجه، ولكن المفهوم بتاع الترشيد مهم جدا ان احنا نوصله للناس. بعد ما نحط اساسيات للترشيد نبدا نحط قواعد للانتاج بحيث ان احنا نعدي الاستهلاك بتاعنا. طيب انا هسالك سؤال مهم جدا، لانه برضه بعض المتصلين هيقول لك طب انت مقيم خارج مصر، كيف تتواصل مع اهلك في مصر وبتعرف اخبار الكهرباء؟ يقول لنا، لانه لابد ان انت برضه الناس هتقول لك انت مرتاح وبعيد عن مشاكل الناس، فقول لنا برضه القصه فيها ايه. انا هقول لحضرتك، انا اولا انا في الدوحه هنا بقالي شهر ونص بالظبط، فبالتالي انا مش بعيد عن انا بقالي شهر ونص هنا في الدوحه بالظبط. يبقى سبت الكهرباء مقطوعه وجيت، سبت الكهرباء مقطوعه هناك للناس بقى التعبانه وهربت. والله ده تبرير بعض الناس وتبرير لنفسي يعني، كمان ده برضه الواحد بيقوله لنفسه. ولكن انا بالتاكيد عصرت مشاكل الكهرباء، وبل بالعكس انا كنت عايش في ارقى احياء القاهره. كنت عايش في مدينه مصر وفي منطقه ضباط كمان، ولكن الكهرباء كانت بتقطع بشكل متكرر وبشكل يعني لدرجه ان هو مستفزه، وكمان بيبان جدا لما نيجي نتواصل مع اهلنا من هنا بنتصل بيهم بيقطع الكهرباء. يعني حاجات يعني تثير السخريه وتثير الضحك على الواحد، وشر البليه ما يوصف. شكرا، شكرا جزيلا اخونا محمود مصري مقيم بالخارج. معايا حسن ايضا مصري مقيم بالخارج. حسن تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. العصابه اللي سرقت البلد وسرقت البلاد والعباد دي عصابه متامره على مصر. الموضوع مش موضوع كهرباء، الموضوع اكبر من كده بكتير. دي عصابه تريد تدمير مصر، هي مندوبين عن اسرائيل. لابد الثوره ان شاء الله جايه، الثوره جايه وهتحاكم الناس بدءا من عصام شرف وانت نازل، وكل من شارك في هذه الحكومات. تمام. وهذه الحكومات الثوريه سيكون فيها بندين اثنين فقط، هو بند الاتهام وبند تنفيذ الحكم. ليس للحكومه فيها اي دخل، وليس للجماعات ولا اي شيء لها اي دخل. هي محاكم ثوريه ستعقد ان شاء الله في الميادين. يا اخ حسن، اخ حسن اتفضل. انا عاوز اقول لك لم يسجن، احد يعني من الوزراء سجنا حقيقيا الا الدكتور هشام قنديل، وكان الحكم
حكما ظالما وكان واخد فيه براءة دكتور هشام قنديل. أما بقية الوزراء، هناك وزراء مسؤولون عن التجارة والصناعة هاربون، هناك وزير من هو مسؤول عن مالية مصر المالية هارب. يعني أعتقد أنه يعني كيف بالله عليك تقول أننا سنحاكم وزراء وكل من طالته ودخل السجن من حكومة مبارك خرج ببراءة، حتى آخرهم أحمد عز اللي زور انتخابات، يعني قيل أنه زور انتخابات 2010. طيب سيبني أرد على السؤال ده هو. أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو في حكومة قوية، حكومة مضبوطة، حكومة منضبطة، هتقيم العدل في الأرض إن شاء الله، وفي نفس الوقت هتعمل المطلوب منها لاسترداد كل الناس اللي هربانة بره واسترداد كل الأموال اللي هربانة بره. إذا توفرت هذه الحكومة، وإن شاء الله هتتوفر مع اكتمال ثورة 25 يناير، وهذا الكلام مش بقوله مجرد كلام عاطفي أبدا، السيسي هيكون أول واحد هيعدم، وإذا سخر هو من كلامي هذا فقد سخر القذافي من قبل من مثل هكذا. الله هو أتمنى إنه يعني كلمة يعدم بين قوسين تقول يعني كل فرد هو بريء حتى تثبت إدانته أمام القانون والقضاء. إحنا عاوزين يعني كما ترى أن سيادة القانون الآن في مصر، يعني أو القانون، هناك كلام كثير بسبب الأحكام القضائية، وبالتالي فنريد القانون والقضاء أن يكون هناك العدل في مصر، ولا أنت مش معايا في الكلام ده؟ أكمل كلمتي لو سمحت. اتفضل. لكن أنا معلش أنا بعترض يا أستاذ حسن على كلمة يعدم، لأنه أنت لست أنت قاضي ولا أنا قاضي. يا سيدي أنا قلت لك هتيجي محاكم ثورية لا تتضمن غير بندين اثنين، هو بند اتهام وبند تنفيذ. تمام. ليس هناك مرافعات، لأن معروفين الناس اللي ارتكبوا الجرائم. هل في اثنين محترمين على أرض مصر أو في العالم كله، اثنين أحرار يختلفوا على أن السيسي راجل مجرم؟ لا يختلف عليه اثنين أبدا. هذه وجهة نظرك، هذه وجهة نظرك. الآخرون يرونه جميلا ووسيما ويعني وبشرة خير. شكرا جزيلا اخونا حسن من اخونا حسن مصر مقيم بالخارج. معايا محمد من شبرا. محمد يكون لي وجهه نظر ثانيه فيما يخص الكهرباء ولا ما قاله حسن. محمد سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا امير. انا الحقيقه انا مش اخواني، وانا راجل مواطن مصري عادي، وبحترم القرار بتاعتكم، قرار محترمه ونزيهه وشريفه. اتفضل. لو سمحت لي بس الفرصه دي، ان انا عايز اتكلم في نقطتين اثنين. اتفضل. هتكلم عن الكهرباء وعايز اتكلم عن حاجه في الاول. اتفضل. انا راجل دلوقتي، ان انا كنت شغال راجل في مجال في الفلول يعني. دي حاجه. أول خطوة الثورة 25 يناير لما قامت، احنا كلنا اندحت علينا. إذا كان عرض أو أي أحزاب اندحت علينا من قبل المجلس العسكري وفتتنا عن بعضنا وعمل مشاكل ما بيننا كلنا. أدي واحدة. اثنين، الثورة اللي هي المقدمة مش هي ثورة، ده ثورة إسقاط ثورة 25 يناير. كلنا وجود المخادعه الزاحفه والذكي جدا جدا وواعي وعارف ما يضرب بما يروح عليه. لن نتخدع ابدا. ان 30 مليون كشفت لنا الوجوه الخديعه، واللي احنا كنا بنقول الله والخفي مفهومه، لقد ظهروا امامنا وانكشفوا. ابي اثنين، ثلاثه، نحيل الصوت وحش قوي يا عم محمد. يعني لو يعني تبقى في مكان كده فيه شبكه او تخرج او تعيد الاتصال مره ثانيه، او اخواننا يتصلوا بيك، لان الصوت مش كويس. يعني في مشكله عندك في الاتصال. معانا احمد من البحيره. احمد من البحيره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت عايز بس اوصل فكره ان ثوره 25 يناير كل اللي احنا كسبناه منها الرجوع لحاجة اسمها الديمقراطية اللي احنا نشينا فيها. احنا اللي نجيب حكامنا، احنا اللي نختارهم بنفسنا، ولما نلاقي واحد مش عاجبنا او ما نفذش اللي مطلوب منه بنقدر نغيره.
هي دي الفكرة الأساسية من الثورة، وهي دي اللي هيتقضى عليها بعد كده فترة 2006. الفكرة بقى كمان إن الناس اللي بتيجي دي هم شايفين نفسهم إنهم يقدروا يحكموا البلد وعندهم أفكار، لكن الحقيقة إنه ما عندهمش حاجة. الفكرة كلها فكرة السلطة، وإن إحنا نبقى مستولين عليها، بدليل حتى إن كل مسؤول يجي ألاقيه ينزل في أول يومين كده في وسط الشعب اللي يركب عجلة ويمشي في وسطهم، ولا عصام شرف ألاقيه بيوقف بعربيته وبينقذ واحد في الشارع، وبعد كده ما عدناش نشوفهم تاني غير في التلفزيون بأفكار قديمة، ما فيش جديد خالص لتطوير البلد. احنا ممكن نستحمل قطعان الكهرباء اللي كان موجود ايام الدكتور محمد مرسي ونستحمله دلوقتي، ونستحمل قطعان المياه، ونستحمل مشاكل كتير، بس لما الاقي ناس بتتجه البلد في الطريق الصحيح للمفروض البلد تمشي فيه، لكن طول ما احنا ماشيين في طريق غلط يبقى كل المشاكل دي ما فيش حل لها، ومش هنوصل لحل، لان العقول التقليديه بتاعت زمان اللي هي من ايام سنه 52 موجوده لغايه النهارده. الفكرة في عودة الدكتور محمد مرسي هي في عودة اللي انتخبوا الشعب بنفسه، علشان نلاقي بقى ناس بتشتغل لمصلحة البلد. يعني أنا خليني أرسل من برنامج صوت الناس ليك تحية خاصة أنت طبعا وكل المتصلين، لكن على هذه الموضوعية وهذا العرض الموضوعي، وهسألك سؤال. يعني أنت كمواطن مصري، هل ترى في قانون زي قانون التظاهر يعني لابد أن يطبق هذا القانون، ولا من حق المواطن أن يعبر عن رأيه بسلمية؟ من حق المواطن أن يعبر عن رأيه بسلمية، ما فيش حاجة اسمها قانون التظاهر وفي الوقت اللي يحبه. هو مين اللي يحس بالمواطن غير هو الأول أنه يحس بنفسه ويحس بالظلم ويقوم يطلع يقول يا جماعة الحقوني؟ أنا شايف في شباب دلوقتي في مصر بدأوا فعلا يعرفوا يعني إيه يقفوا جنب بعض في المشكلة اللي ما تخصوش شخصية، تخص أخوه، يقوم يطلع علشانها، لأن يشوف ظلم واقع على فئة من الناس. الفئة دي مهما كانت هتبقى صغيرة بالنسبة لبقية الشعب، لكن لازم الشعب يقف معاه، لأن الفئة دي حلاقي فيها ليا أخ، ليا ابن عم، ليا صديق في الفئة اللي أنا مش حاسس بيها، أحس ببعض. وممكن كلنا نستحمل أي حاجة بقى تحصل، بس في المقابل إن أنا ألاقي المسؤول عني بيعمل لحل المشكلة دي فعلا، وأحس إن هو كفء لها، مش أنا ألاقي الرجل العسكري اللي هو مسؤول عن ان هو يحمي لي حدودي قاعد بيحل لي مشكله اقتصاديه. طب هو يعرف اذا كان حتى هو ساب الحدود وساب كده وقاعد بيحل في حاجات مش تخصصه في الوقت اللي فيه خبراء اقتصاديين، في الوقت اللي فيه خبراء اقتصاديين يعني ارقام واعداد وخبرات في دول ثانيه بتستفيد منه، دول شقيقه يعني، مصريين خبراء مصريين. احط الناس الراجل في مكانه عشان الاقي منه بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، مش مهم بعد قد ايه، بس انا اتحطيت على الطريق. شكرا اخونا احمد البحيره يعني على هذا العرض الموضوعي والهادئ من خلال صوت الناس، وحقيقة شكرا جزيلا. معي شريف من الهرم. اخ شريف اتفضل. ازيك يا امير، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا امين. ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب على ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، لانك مسلم، صمت شهر رمضان وجاءك العيد. صمنا من ناحيه صمنا، احنا صمنا. ايه اللي بعد الصيام؟ فرحه الصائم فرحتان، فبنقول لك كل سنه وانت طيب. العيد يعني اللي ما صليناهوش؟ ما صليتش العيد، ليه بقى؟ اقول لي ما صليتش العيد. صلينا العيد سايلنت. ازاي بقى؟ احكي لي قصه، احكي لي قصه السايلنت دي يا عم شريف. كنا بنقعد نكبر كتير قوي، الجامع كلها تكبر. انا عايز حد يجي في منطقه الهرم ويقول لي عندنا جامع كبر. ازاي؟ ولا الكلام ده كله. يعني احنا لسه صايمين يا طبعا، او بنفطر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه خالص. الصلاه ما استغرقش اكتر من دقيقه. كان في مكان الاخوان بتفرش فيه، الاخوان الارهابيين بيفرشوا فيه، لا سابوا الارهابيين يخلوهم يصلي يبقوا يفرشوا، ولا هم فرشوا. في مثل قديم بتاع الاثنين اخوات ورث ورا، واحد مصر ان هو يبيع البقره والتاني يقول له خدها، يقول له لا مش هاخدها، لا انت تحلب ولا انا احلب. يا جماعه حد يفرش عشان نصلي؟ لا حد يحلب كده. يا استاذ شريف، حد يحلب ومحلب موجود، ما ينفعش. وفي حاجه ثانيه انا بتكلم مش عشان كده، انت اللي قلت كل سنه طيب وكده. عامه كل سنه وانتم طيبين، وقناه الجزيره ناس الشرفاء بخير، وليه ما نكون هم بخير؟ يكون احنا مبسوطين لان هم صوتنا. في رساله ثانيه، موضوع التقشف واللي بقول عليه. انا بقول للاعلام المصري، بالنسبه للقصر اللي هو بيبنيه للرخام فيه ب 5000 جنيه المتر. انا مش عارف ب 5000 جنيه ولا ب 5000 دولار. لو هم جدعان يكذبوا هجيب القصر بتاعه صور فيديو. سامعني؟ معاك. يعني انت عايز 100 مليار عشان تكمل القصر؟
ولا عشان ايه؟ القصر فين بقى؟ القصر فين؟ احكي لنا القصه دي ايه؟ القصر فين؟ القصر فين دي مش عارف، بس في مهندس شغال جوه القصر. القصر بتاع مين؟ الاسبوع الاخير بتاع العيد راح بطياره هليكوبتر وطيارتين اباتشي بيحرسوا الطياره. ده مين اللي بيبني القصر؟ مين؟ ربع ساعه. مين اللي بيبني القصر؟ قعد ربع ايه؟ مين القصر بتاع مين؟ القصر لمين؟ قصر السيسي. اه ده على مسؤوليتك انت الكلام ده، لان انا ما سمعتش القصه. على مسؤوليتي، انا عايز الاعلام المصري يكذب. لو هم كله طبعا المخابرات بتسمعنا والدنيا كلها بتسمعنا، انا عايزهم يكذبوا، لو كذبوا هنزل لهم فيديوهات. طب عندك فيديوهات بالكلام ده؟ لا عند الراجل اللي قال لي. طيب انا اتواصل معاك، انا هاخد التليفون وانا هتواصل معاك بشكل مباشر. لو كانت هذه المعلومه حقيقيه من حق الناس ان تراها وترى هذا الكلام. شكرا جزيلا اخونا شريف من الهرم، وكان بيقول ان هو صلى العيد صيلا، يعني كلام برضو محتاج. معانا اخونا جاب الله من الجيزه، اتفضل. الو، اتفضل. انا صوتك من اسوان يا باشا. من اسوان، اتفضل اخي جاب الله، اتفضل. الو، اتفضل، قدامك دقيقه الوقت. السلام على اهل السلام يا باشا، وانتم مش من اهل السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. وانتم اساسا مش من اهل السلام. وانا ايه؟ انتوا عايزين ايه من مصر؟ انتوا اساسا مش من اهل السلام. احنا ايه؟ انت مش من اهل السلام. احنا مش اهل السلام، بس انت تستحق ان احنا نقول لك السلام عليكم ورحمه الله. مش عاوزين يا عم جاب الله، احنا اهل السلام واهل الخير، وانت من اهل السلام واهل الخير، بس للاسف ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. قول لنا يعني انت شايفنا مش من اهل السلام ليش؟ مش مسلمين احنا ولا ايه؟ انت عايزين الدكتور راموس مش هيطلع؟ لا احنا مش عاوزين، انا راجل صوت الناس. يا جاب الله، يا جاب الله اسمع الكلام يا جاب الله، انا بقول لك انا هنا عشان الناس كلها، عشان يذبحوكم ان شاء الله على ايد كده. انت صوتك عالي ليه يا جاب الله؟ ما تهدى وتسمع الكلام. انا صوتي عالي، انا شفت جهرت منكم. شكرا، مش عاوزينك يا جاب الله، اللي صوته عالي مش عاوزينه. خلاص يا جاب الله، اللي صوته عالي مش عاوزينه. صوت الناس، الراجل قبلك اتكلم بهدوء ووجهه نظر. احنا لسنا طرف ولسنا ابدا في مع طرف دون اخر. احنا هنا ننقل صوت الناس وصوت المواطن المصري ايا كان مكانه، في الصين، في مصر، في قريه، في غيره، وننقل يعني نبضه، مشاكله، وجعه. لما بقى تدخل انت تقول كلام بقى لا نقبله، احنا لا نقبل ابدا اي اساءه لا لينا ولا لغيرنا، لان هذه الشاشه تدخل كل البيوت ويجب ان نحترم من يشاهدنا. ونرجع تاني ونقول ان معظم من اتصلوا تحدثوا ان هناك انقطاع في الكهرباء، وبعضهم قال لا يوجد انقطاع في الكهرباء. شكرا جزيلا لكل من كان معنا، وبنقول لجاب الله احنا اهل السلام، وبنقول لك يا جاب الله السلام على انت وكل المشاهدين. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نراكم غدا ان شاء الله.